مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ مثل ما نكون شايفين سيلا مشتغلين جماعة الفنون كلياتنا بوجهها، عاملين بيسي حلو. سيلا عجبك؟ اي عجبني بيسي. جيب لك بيسي تكرم عينك يا حبيبتي. انت بيسي؟ يا جماعه نحن هلا طلعنا من المعرض، وكان في معرض كتير هون حلو يعني بمرسين، كله هيك شغلات يدويه وفنيه. فبعد ما طلعنا قلنا نسلم عليكم، وهلا رح نحط لكم هيك شوي هيك جوله جوا. فانبسطنا كتير. شو رايك كان بالمعرض؟ والله كان معرض رائع، وخصوصا يعني كلها بايادي سوريه، وشيء عن جد بيرفع الراس، ان كان من ناحيه اللوحات، اللوحات الشغلات فيها تطريز للحجابات للشموع، يعني في تشكيلة واسعة بصراحة. خلوكم معنا. فدلو يا جماعة. عليكم بعد ما طلعنا من المعرض استلمونا جماعة الفنون اليدوية. شو بتقولوا لنا؟ انت دارسي فنون كمان، بتعرفي بهالقصص هاي؟ يعني فنون يدوية. طلعوا شو عملوا لنا. بيسي بيسي ميو ميو ميو. عن جد كان معرض كتير حلو، انبسطنا كتير وغيرنا جو، خصوصا احنا هون ببلاد الغربة، يعني بدنا اي فعالية لحتى نطلع ايه نحضر نعيش الجو، ايه نطلع يعني من الوحدة اللي نحن فيها هون. سيلا شو بدك تعملي؟ بدك تصورت مع وشي؟ ايه بدك تخاف عادي عادي. ايه حلو حبابه بس شو حاطينه صور انه اسود حبابه. رحتنا انا ما راح احط بيسي. انا جيت ماشي تقلب يلا. تمام والله زعلتينا بصراحه، يعني انا بدي اياه يثبت، بس قلت شيء شغله 3 4 ايام. يا خيي يا خيي تعمليله مثل سن جودي اسود هون. سنه سنه. وانت سيلا خلصتي؟ ما قدروا يعملوا لك هيك هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين هون؟ احط لها يا زهري ولا اسود؟ والله انا برايي اسود. اسود يعني الزهره طالع مثل من كل الحب. فرجينا ولا ايه؟ يا اخت طالعه بيسي. واو هي بدل ما نجيب لك بيسي على البيت. ايه احلاك. بس هي احلى. شوفي شوفي اسي ولمين؟ ولمين؟ مستغربه. يلا ثاني بعد. هاي هون متابعينا حبينا نفرجيكم المعرض. هون قسم خاص للشموع بس بروايح، بتاخذ العقل وبديزاين يعني شكل حلو. يا جماعه رح نبلش العروض الخاصه. العروض الخاصه فقط، ما في داعي حدا يشتري المسرح. رح نبلش العروض الخاصه. شو سينا مبسوطه؟ وهي هون كمان عندنا الشموع عن جد باشكال كثير حلوه، يعني هيك مثل انه قطع الكيك، الفواكه، وطبعا عن جد روائحهم كثير حلوه. اكثر شيء حبيت هالمعرض انه كله شغل ايد وفن وذوق. يعني
شاء الله. طبعا هذا كله شغل ايد. وهي هون مثل ما شايفين الطاولات، الصناديق، الصناديات، الساعات، الصواني، كله شغل ايد وانتيكه يعني. كثير كثير مبسوطه بهذا الفيديو انا عم صوره. وهون كمان الاكسسوارات شغل ايد ما شاء الله، شيء بجنن. برضاك برضاك تكرم برضاك أبي. شوفي رايحين على البيت؟ لا بس المول. المول؟ شايفين يا جماعة؟ شو تعب وشو وين أعم؟ عم ياكل. وأنت جوعان؟ لا. وأنت كمان جوعانة؟ إيه. وهي كمان جوعانة. يا جماعة احنا جينا هلا هون على المول، ما بعرف لسه ما فتنا قعدوا هالقعدة. الله صبرنا احسن شيء. جوعان؟ كل حبيبي كل صحتين هنا. جوعانة؟ صورت؟ عم تاكل احنا؟ ايه صحتين وانا بتضيفني يعني. انت عم تصور؟ هلا هون يا جماعة جينا لناكل شي كفتة. هون الأتراك عندهم إياها يعني كتير مشهورة وكتير بياكلوها. تاكلت شي كفتة؟ يمكن في الأول مرة بدي أكل شي كفتة. هاي المي لسي. نعم بابا. شو ماما؟ شو بابا جوعاني؟ قولي ماما، قولي ماما. ماما ماما قالك ماما. الله يسامحك يا أسيل، هيك اتفاقيتي. بس بابا ماما. قولي ماما. بابا قولي ماما. قولي ماما. تفضلي. عيني في الليمون. شي كفتة ماما. يلا هلا تجي انت. هلا انا دقت مرة بصراحة ما عجبتني وهلا عم باكلها وانا مترددة. شو؟ شو رأيك فيها طيبة؟ غزة؟ عنجة؟ برافو. دو كينا نعطينا رأيك. أنا بحبها يعني. وهو هذا المحل كتير مرتب فرح تطلع فول يعني. هلو. أول قلبي أنا؟ صحتين هنا. وانت دوقي. هي طيبة. حرة؟ يا عمري حرة. جماعة مرسين طاع الفورم وكلوها والله مو دعاية بس عن جد طيبة. يا جماعة اللي بدي يسألنا على محل الكفتة، هو هون عند الجسر أول ما بتدخلوا بهاي الزاوية هوني. عن جد كتير كتير طيب. غني لأم كلثوم. غني لي غناية كن لك معايا. كن لك معايا قبل حكاية يا عمي كله تتتتن. وهيك حبايبنا بعد ما فتلنا الفتلات والجولات وتكسرنا وسيلة تعبت وأسيل نامت. ايه أسيل شوفوا كيف نامت. نامت خالص أسيل. هلا نحن خلصنا الفيديو، شو بدك تقول للمتابعين يحطوا لك لايك؟ حطي لي لايك وسبسكرايب وحطوا له لايك. يلا باي. بوسيان.